مشاهدو قناة الشروق الفضائية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاءات. المهام التي يطلع بها المجلس القومي للسكان تظل من الأهمية بمكان، وإن كان كثيرون يجهلون هذه المهام، لكن من واقعها لا بد أن تطل بعض الأسئلة المشروعة كالتحديات التي تواجه المجلس القومي للسكان، وإلى أي مدى قانون المجلس قادر على حماية مكتسباته، وهل بمقدور المجلس أن يجعل قراراته نافذة وملزمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية والولايات؟ هذا وأكثر من الأسئلة نحاول أن نلقي اليوم عليها إجابات برفقة ضيفتي على طاولة لقاءات، الدكتورة لمياء عبد الغفار، الأمين العام للمجلس القومي للسكان. مرحب بك دكتورة لمياء. مرحب وأهلا بكم وأهلا ببرنامج لقاءات. مرحب بك يا دكتورة. يعني قبل أن ندخل في هذا الموضوع المتشعب، هناك تقرير عن المجلس القومي للسكان، دعينا يعني نشاهده ثم نأتي لنكمل الحلقة. ينطلق المجلس القومي للسكان في نشاطه من هدف استراتيجي كسياسة مركزية لعمله يتمثل في تزكية سكان السودان وترقية خصائصهم وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم في حياة كريمة متوجهة وخالية من العلل تتيح لهم فرص اكتساب المعرفة كما ونوعا والتمتع بمستوى معيشي مقبول وحياة آمنة ومشاركة في مجتمعهم. بدأ الاهتمام بالعمل السكاني في السودان منذ الستينات من بعض المختصين والخبراء في مجال السكان، وفي ذلك الوقت تم تكوين جمعية تنظيم الأسرة السودانية وباشرت العمل السكاني حتى العام 1973، حين تكونت اللجنة القومية للسكان تحت مظلة المركز القومي للبحوث، وتولت اللجنة في ذلك الوقت التحضير للمشاركة في مؤتمر الدولي للسكان في بوخارست سنة 1974، حيث تم عقد المؤتمر القومي الأول للسكان، وبعد ذلك باشرت اللجنة العمل السكاني حتى العام 1982، حيث تم تنظيم المؤتمر القومي للسكان الثاني ثم المؤتمر القومي للسكان الثالث في العام 1987. وكانت مخرجات هذا المؤتمر أن تم التوصية بوضع سياسة قومية للسكان في السودان، وبالفعل تم التحضير لوضع هذه السياسة، حيث تم إعلان السياسة القومية للسكان في العام 1991، وقد تم تحديد المشكلة السكانية في السودان في ثلاثة محاور. المحور الأول عدم اتساق النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتدني الخصائص السكانية، والتوزيع السكاني غير المتوازن. إن المجلس القومي للسكان والذي أجيزت سياسته القومية من قبل مجلس الوزراء منذ العام 2012 يعمل جاهدا على تنزيلها من خلال محاور عدة، هي محور الأسرة والزواج، محور المرأة، محور الأطفال، محور الشباب، محور الأشخاص ذوي الإعاقة، محور التعليم والبحث العلمي، ومحور أمن الإنسان وتخفيف حدة الفقر، بالإضافة لمحور البيئة والمأوى، وقد وضع لها خططا وأهدافا فرعية طموحة. أنا حضرت واحدة من الورش اللي هي تمت فيها مراجعة السياسة القومية للسكان ومراجعة مؤشرات أو إلى آخره. أنا مفتكر إنها يعني ساعدت في أنه يعني كيف نتدارس سودنة سياساتنا وربطها بخصوصيتنا يعني. طبعا في أشياء مهمة جدا في الحتة دي لابد أن تذكر، أنه يعني العمل السكاني لا ينفصل عن العمل الصحي، ودي حاجة مهمة يعني، لأنه الحديث عن وفيات الأمهات ومعدلات الأمراض وفيات الأطفال إلى آخره بيرتبط ارتباط وثيق جدا بكيفية الوعي بالمباعدة بين الولادات وباستخدام الموانع لتنظيم الأسرة ولتحسين وضع الأسرة الاقتصادي، فدي كلها مربوطة ببعض يعني. عشان كده هي ما بتنفصل يعني، ما بنقول إنه والله بس الناس دارين ينقصوا العدد، لا، هي مرتبطة بالوضع الأمثل للأسرة السودانية
بوعيها وبفهمها، وفي نفس الوقت تقليل المخاطر التي يمكن أن يعني تجابه كل ما زاد العدد إلى آخره. المجلس القومي للسكان، والذي تمت إعادة تشكيله في العام 2002 وتعديل قانونه في العام 2008، يعمل على إرساء إطار مؤسسي لتنسيق جهود الدولة والمجتمع المدني فيما يتعلق بالقضايا السكانية عن طريق صياغة ومتابعة وتقويم السياسات والخطط والبرامج السكانية. يحتاج البلد لتبرز تجاربه أهل الدول الأخرى، بالذات في مجال إدماج القضايا السكانية في التنمية، وأيضا الأخذ في الاعتبار القضايا السكانية من منظور حقوق الإنسان. وهذه يعني أعمال تتم من قبل الدولة ومن قبل المنظمات غير الحكومية في السودان، وفيها إنجازات عظيمة وكبيرة جدا في مجال السكان. افتكر لابد من إخراجه للعالم بكل حسناته وبكل يعني الجوانب القصور فيها، حتى يتمكن العالم من الوقوف على تجربة السودان في تمكين المرأة، على تجربة السودان في حماية الطفل، وعلى تجربة السودان في رعاية النازحين، وعلى تجربة السودان في تقديم الخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية للمجتمعات المختلفة، وتجربة السودان في التنمية المستدامة. إن القرارات التي يتخذها المجلس فيما يخص التخطيط السكاني تكون نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والولايات تنفيذها كل في مجال اختصاصه. نعم، نشكر الزميل مدثر محمد أحمد على هذا التقرير. دكتور لمياء، يعني في تقرير مدثر كان يتحدث كثيرا عن السياسة السكانية، السياسة السكانية، يعني بصورة مباشرة دعينا نعرف ما هي هذه السياسة السكانية؟ نعم، هي السياسات السكانية الهدف منها إن تضع خطة فيها ثلاثة موضوعات أساسية أو متغيرات سكانية. الأولى هي الخصوبة أو الولادات، والثاني هو الوفيات، والثالث الهجرة. الثلاثة قضايا دي هي القضايا المحورية لأي سياسة سكانية في الدنيا. إحنا بالنسبة لنا في السودان أول سياسة سكانية توضع بشكل متكامل كانت في 2002، لكن قبليها وزي ما شفنا في التقرير كانت في استراتيجية للسكان في الاستراتيجية القومية الشاملة 92-2002، اتكلمت عن قضايا السكان في الوقت ذاك، وبعد ذاك اتطورت لسياسة قومية للسكان في 2002. قضية الخصوبة اللي هي نحن بنتكلم فيها عن نمو السكان، أعداد السكان في البلد، وبعد ذاك بنتكلم عن فترات المباعدة، صحة الأمهات، صحة الأطفال، كلها ارتباطا بالمتغير الأول. المتغير الثاني والخاص بالوفيات هو فيه حديث حول الوفيات العامة، وفيات الأمهات ووفيات الأطفال، وكل العالم بتحدث بأنه في وفيات يمكن تفاديها اللي هي زي وفيات الأمهات. إحنا الآن في السودان لا يزال المعدل عندنا عالي، 2216 لكل 100,000 امرأة في سن الإنجاب. فنحن بنفتكر أنه الأعمار بيد الله فعلا، لكن إحنا برضو وفيات الأمهات يمكن تفاديها بتحسين صحة الأمهات، بتوفير الخدمات، بالتوعية، بالمتابعة للمرأة في سن الإنجاب. المتغير السكاني الثالث بيتكلم عن الهجرة. يمكن الهجرة الوفاة بتحصل مرة والولادة بتحصل مرة، لكن الهجرة ممكن تحصل أكثر من مرة في حياة الإنسان. فالهجرة هي واحدة من المتغيرات السكانية بكل أنماطها، يعني إذا تكلمنا عن هجرة داخلية، هجرة خارجية، هجرة قصرية اللي هي النزوح واللجوء، كل أنواع الهجرات هي واحدة من المتغيرات السكانية المهمة اللي بتأثر على التركيبة السكانية، بتأثر على الكثافة السكانية، بتأثر على حتى خصائص السكان. فدي المتغيرات الأساسية اللي بتتمحور حولها السياسة السكانية. السياسة السكانية هي ليست سياسة قطاعية، هي سياسة كلية، ويمكن أهل الديموغرافيا والدراسات السكانية بيسموها سياسة حاكمة، لأنه لا يمكن أن يحدث تخطيط تنموي في البلد من غير ما يوضع البعد السكاني في الاعتبار. لذلك هي سياسة كلية حاكمة تحكم الاقتصاد، تحكم قضايا الاجتماع، تحكم السياسة، وتحكم المجال الثقافي كذلك.
يعني دوركم هل هو توعوي بصورة أولى أم أن لديكم أدوار أخرى تقومون بها في هذا المجلس؟ نعم، هو المجلس طبعا دورنا الأساسي أو رسالتنا كما ذكر في التقرير إنه نحن بننسق لتنفيذ السياسة القومية للسكان مع الجهات المختلفة. يعني نحن بنضع السياسة السكانية برضو مع الشركاء، يعني ما ممكن جهة واحدة تقعد تكتب سياسة. السياسة ذاتها هي نوع من أنواع الشراكة مع أصحاب المصلحة. إحنا مثلا السياسة السكانية المحدثة 2012 دي أحدث سياسة موجودة عندنا، هي تاريخها من 2007 حتى 2031. السياسة دي لما أنتج المجلس القومي للسكان أخذت عامين، العامين دي تمت فيها مشاورات على كافة المستويات ابتداء من المحليات صعودا إلى الولايات وحتى المستوى القومي، حوار في ما هي أولويات الولايات في المجال السكاني. يعني برضو إحنا في النهاية ما بنقول إنه كل الأوضاع السكانية في الولايات متشابهة أو متقاربة، هنالك تفاوتات بين الولايات في مجالات التعليم، في الصحة، في مستوى الاقتصادي، في حراك السكاني والهجرة. فكان هذا الحوار على مستوى الولايات في إعداد سياسة سكانية. أيضا استصحبنا الخبراء في إنتاج 17 ورقة محورية بتتحدث عن القضايا السكانية المهمة، يمكن أهم القضايا السكانية اللي بتواجه السودان تدني الخصائص السكانية. الخصائص السكانية اللي هي مرتبطة بمؤشرات التعليم والصحة ومستوى الفقر والتنمية البشرية وغيره. أيضا عدم التوازن في توزيع السكان، الكثافة السكانية في مدن كبيرة اكتظاظ رهيب، ومدن ولايات أو مدن أخرى خالية من السكان. فعدم التوازن ده هو مشكلة حقيقية ومشكلة سكانية. إحنا بنفتكر إنه السياسة وضعت لها تدخلات، إذا كانت الحكومة تبنتها زي ما جاءت في السياسة السكانية كان الوضع بتاع السكان بيكون الآن أفضل. السياسة السكانية أيضا كان في شراكة مع شركاء التنمية من الوكالات الأممية والمانحين في نقاش للقضايا الناشئة أيضا. فده أنتج لنا سياسة سكانية شاملة فيها 13 محور. المحور الأول بيتكلم على التحول الديموغرافي والصحة، وفيه محاور خاصة بتمكين المرأة والشباب، المأوى، الفقر، التعليم، انتهاء إلى مأسسة السياسة القومية للسكان، والذي هي بتخص الأمر المتعلق بهياكل المجلس على المستويات المختلفة. نعم، أريد أن أسألك من هياكل المجلس قبل أن ندخل ربما يعني في الإحصاء السكاني ودوركم يعني في عدم أيضا إجرائه، أريد أن أعرف أيضا هياكل المجلس، حدثين عنها بصورة. نعم، هو المجلس القومي للسكان لأنه موضوعه تنسيق، عشان كده ما كانت وزارة، الوزارة بتكون هي جسم تنفيذي، لكن المجلس اتعمل مجلس عشان ينسق بين الشركاء. طيب، المجلس القومي للسكان بقانونه اللي صدر في 2008 كان برأس المجلس القومي للسكان السيد رئيس الجمهورية وعضوية السادة الوزراء والسادة الولاة وبعض الشخصيات القومية ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني. اتعدل القانون، احنا عملنا مشروع تعديل في 2016 لتعديل القانون، ويمكن كانت برضو في بعض التداعيات وإحساسنا بأنه في قضايا مهمة القانون ما شمله وفي موضوعات قديمة، يعني كان فيه فقرات بتتحدث عن جنوب السودان وعن حكومة الجنوب، فطبعا لأن الجنوب انفصل وأصبحت دولة مستقلة فرأينا أنه لازم القانون يتعدل ونضيف أيضا له فقرات جديدة. أهم الفقرات اللي أضيفناها في مشروع التعديل القانون 2016 فقرة متعلقة بتنسيق لإعداد استراتيجية لإدارة التنوع الثقافي في السودان والإسمي، لأنه لقينا أنه هناك ترابط كبير جدا بين القضايا السكانية وبين بين الإثنيات والتنوع الثقافي في السودان. أيضا أضفنا فقرة خاصة بالهجرة وكذلك فقرات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة واستقطاب الدعم إليها. بعد تشكيل الحكومة أو تغيير النظام الحكم في السودان، لأنه أنشأت وظيفة لرئيس مجلس الوزراء، فتحول المجلس من السيد الرئيس مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الوزراء. الآن المجلس برأس السيد رئيس مجلس الوزراء وبنفس التشكيل، الوزراء والولاء بنفس الطريقة. أيضا على مستوى الاتحاد عندنا نقاط ارتكاز في الوزارات الاتحادية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة المياه، كل الوزارات، وزارة الداخلية
نعم، يمكن معاد الدفاع ما عندنا فيها وزارة لنقطة ارتكاز للسكان. نقاط الارتكاز دي غالبا هي بتكون إدارات التخطيط أو إدارات السياسات، لأنه إحنا سعينا في إنه كل الإدارات والفوكال بوينتس الفوكال بيرسونز اللي فيها يكون دوره في إنه يدمجوا البعد السكاني في سياساتهم القطاعية. أيضا على مستوى الاتحاد عندنا لجنة فنية فيها كل الوكلاء، بتجتمع مرتين في السنة بتناقش موضوعات المجلس. المستوى الولائي عندنا 17 مجلس ولائي، والآن ساعين لتشكيل المجلس ال 18، لكن برضو بتواجهنا عقبات. يعني هسه مسألة فك تركيب الوزارات، يعني مرة نكون في وزارة الشؤون الاجتماعية ومرة ثانية بنكون في وزارة، الآن بقت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، فالآن المجلس يتبع لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. نعم، رغم هذا الهيكل الكبير والواسع كان هناك مسعى لإجراء تعداد سكاني في هذا العام، يعني ونحن يعني بعد فترة قليلة سنستقبل عام جديد. الآن مضى عام 2018 ولم يتم إجراء هذا التعداد السكاني، لماذا؟ نعم، إحنا والله ظللنا من العام 2013 نتحدث عن أهمية إجراء تعداد سكاني في السودان، لأنه إحنا بنفتكر بعد انفصال الجنوب السودان بيشهد واقع ديموغرافي سياسي اقتصادي اجتماعي مختلف، فظللنا نطالب، وكانت حتى مطالباتنا دي ما بس على المستوى الوطني. إحنا أعضاء في اللجنة العربية للسكان والتنمية بجامعة الدول العربية، وأيضا أعضاء في مفوضية السكان والتنمية بالاتحاد الأفريقي، وكذلك إحنا أعضاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي مفوضية السكان والتنمية بالأمم المتحدة. ففي كل بياناتنا اللي كنا بنقدمها على 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 مستوى هذه المنصات الإقليمية والعالمية تحدثنا عن ضرورة دعم دولي ودعم من الشركاء لإجراء تعداد سكاني جديد في السودان، يكون التعداد السادس للسكان والمساكن. التعداد أهميته في إنه بيحكس لنا الواقع السكان، لأنه إحنا بعد 10 سنوات من 2008 التعداد الخامس، إحنا نفتكر 10 سنوات حصل فيها متغيرات غير انفصال الجنوب، في تغيير اجتماعي كبير، في تغيير اقتصادي كبير، في تغيير سياسي كبير، في هجرة وحراك سكاني كبير جدا. كل هذه الحيثيات بتتطلب إنه يكون عندنا تعداد سكاني جديد. لماذا تأخر؟ والله الحكومة كانت بدأت الترتيب للتعداد والتجهيز له، واللجان الفنية انتظمت أعماله وكذا، لكن القيادة رأت إنه نرجع النقاش في التعداد السكاني إلى حين انتهاء انتخابات 2020، فيمكن ده واحد من الأسباب. توصية أم قرار كان؟ لا، هي توصية كانت في لجنة فنية وناقشنا فيها، فكانت التوصية إنه إحنا بالنسبة لنا لأنه حريصين إنه التعداد يتم إجراؤه بشكل مهني عالي ودقيق. ولماذا بعد الانتخابات برأيك يعني؟ والله طبعا ده قرار من القيادة، والفنيين وافقوا على القرار. يعني قد تكون برضو تحديات الموارد، يمكن السودان يا دوب الآن بعد القرار بتاع أكتوبر 2017 رفع الجزء للعقوبات، يمكن شوية دانا مساحة لأنه الشركاء والمانحين يدخلوا معانا في تمويل التعداد. يعني الحظر الاقتصادي برضو كان واحد من التحديات الكبيرة اللي واجهت السودان في أنه يعني نشتغل في مجالات كثيرة منها حتى البيانات، لأنه نحن في بعض البرامج المهمة جدا لتجميع البيانات وتحليلها كنا محظورين منها بسبب الحصار الاقتصادي. يعني حتى التعداد السكاني لن يتم إجراؤه العام المقبل؟ متوقع، يعني يجي متوقع هو كل الإجراءات الخاصة بالسكان، يمكن الجهاز المركز الإحصاء هو الذي يقود هذه العملية، نحن معه في اللجان الفنية، متوقع إنه التعداد يتنفذ في أي وقت، يعني كل رغم قرار 2020. طيب دكتورة رمياء، طريقة الإحصاء كان يعني تتم بصورة ربما في السودان تقليدية، أو دعينا نتحدث عن آخر تعداد سكاني تم إجراؤه هنا في السودان، يعني إعطاء ورقة ويعني لكل منزل والسؤال يعني كم هم عدد أفراد المنزل، هل يمكن أن تكون هذه الطريقة نافعة ومجدية رغم التغيرات الكثيرة التي طرأت على البلاد حتى منها التكنولوجية وغيرها؟ هل هذه الطريقة ممكن أن يكون معمول بها الإجراء تعداد سكاني جديد؟ وطبعا الجهاز المركز الإحصاء بدأ تدريب على مستوى كبير جدا لجامعي البيانات على مستوى كافة المستويات على انه التعداد ده يجرى بشكل مختلف جدا، واستخدام التكنولوجيا فيه باستخدام التابلتس
في انه ما يكون في استمارات ورقيه وكتابه، الاستماره تعبى على التابلت وطوال يتم رفعها لمركز البيانات في الرئاسه الجهاز المركزي للاحصاء. ففي تطور في العمليات الاحصائيه وجمع البيانات، لكن ديما المشكله، بس المشكله انه المواطن لا زال ما واعي باهميه التعداد واهميه الافصاح عن المعلومات الحقيقيه للاسره. ودي واحده من المعوقات. احنا بنفتكر انه محتاجين في الفتره دي لحد ما ننفذ التعداد انه يكون في حملات للتوعيه باهميه التعداد، باهميه الإفصاح عن البيانات الحقيقية والمعلومات الحقيقية. ولماذا بعض المواطنين يعني لا يكونوا صادقين في إعطاء هذه البيانات؟ لماذا؟ والله طبعا هو لسه ستيل في 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 فهم إنه الناس ما دارين يقولوا عدد الأسرة كامل، إذا كانت الأسرة كبيرة ناس تخاف من الحسد، ناس تخاف من العين، في ناس بيزيدوا عدد الأسرة بيفتكروا إنه ممكن تجيهم منح أو يجيهم دعم، فالأسرة تكون 8 يقول لك إحنا 12. دي مشكلة كبيرة. بعدين احنا دايرين المواطن يفهم انه التعداد ده عشان خدمته هو، ومحتاجين انه نشرك المواطنين في العملية بتاعت التعداد نفسها. يعني لو ما اشركنا المجتمعات المحلية والمواطن نفسه والمرأة والشباب المنظمات المجتمع المدني في موضوع التعداد، نحن ما بنضمن انه نتيجة التعداد تكون ل 80% من المصداقية والدقة. والتعداد الأخير يعني تعتقد لأي مدى كانت دقته موجودة؟ والله طبعا لحد كبير إحنا معروفين في السودان بأنه نحن عندنا أجهزة إحصاء قوية جدا، فيها كوادر مدربة تدريب عالي وعنده إمكانيات عالية وكده، فيمكن كان التعداد لحد كبير النتائج بتاعته مقبولة للجميع، واعتمدت عليه كل المسوحات القومية الجاد بعديه، وإذا كان المسح العنقودي متعدد المؤشرات او المسح الصحي او مسح الاسر الخاص بموضوع الفقر. طب هذا يدل ان هناك تعداد ايضا، يعني من المؤشرات العامه هناك تعداد سكاني في ازدياد هنا في السودان، وربما في ذات الوقت هناك انخفاض في التنميه. هل هذه المؤشرات يعني استطعتم ان تتاكدوا منها الى حد ما حتى ان لم يتم اجراء احصاء سكاني رسمي؟ نعم، هو طبعا احنا عندنا البرنامج خاص بالاسقاطات السكانيه. البرنامج ده بنستخدم البيانات اللي طلعت لنا من 2008 وبنشتغل على اسقاطات سكانيه. يعني الان عندنا مثلا تقديرات لاعداد السكان في السودان، عندنا تقديرات لمستوى الفقر، تقديرات لمؤشرات التعليم، للصحه، للوصول الى خدمات المياه والصرف الصحي، كلها لكن معتمده على الاسقاطات. يعني هي ما بيانات محدثة لكن معتمدة على الإسقاطات السكانية. يعني الآن إحنا بنقول إنه سكان السودان وصلوا 40 مليون وماشيين في زيادة. يعني إحنا من انفصال الجنوب إحنا كنا 31 مليون في 2011، إحنا 2018 الآن سكان السودان 40 مليون، معناه إحنا في السبع سنوات دي في زيادة واضحة للسكان. رغم انفصال الجنوب رغم انفصال الجنوب احنا زدنا 9 مليون، يعني رجعنا لتعدادنا قبل انفصال الجنوب. فمعناها في زياده في نمو سكاني ماشي، لكن الزياده او معدل الخصوبه هو ماشي في ازدياد لكن زياده بسيطه، يعني برضه ما زياده كبيره او مزعجه. كان ايضا هناك اعتراف من المجلس القومي للسكان يعني ان السودان لم ينجح، او ربما يعني نحن نسميه فشل يعني ممكن في الاعلام، في ان يعني يحقق اهداف يعني الالفيه الانمائيه فيما يتعلق بالفقر. لماذا لم ينجح السودان، او ربما لماذا فشل في تحقيق هذا الهدف؟ نعم، هو طبعا انا دائما حريصه لانه احنا نستخدم المفردات الايجابيه، يعني مش تحيزا للحكومه ولكن احقاقا للحق. يعني احنا عملنا تقرير المجلس القومي للسكان منذ العام 2009، كلفنا بالملف الخاص باهداف الالفيه الانمائيه الام دي جيز، ومن ذلك الحين المجلس اعد ثلاثه تقارير وطنيه، هي تقارير وطنيه وكذلك هي مطلوبات عالميه او دوليه. التقرير الاول اتعمل في 2010 خاص باهداف الالفيه الانمائيه، وكان اتعملت 18 تقرير ولائي تم تجميعها وخلاصتها كانت التقرير الوطني. في 2013 السودان قدم برضو تقرير طوعي عن اهداف الالفيه الانمائيه، وفي 2015 عملنا تقريرنا الختامي. كنا محظوظين في 2015 انه
جاءت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الميكس سيرفي اللي انتجته الاحصاء، ادانا مؤشرات محدثه استخدمناها في التقرير. كان واضح في انه في انجازات تم تحقيقها في مجال التعليم، تعليم الاساس ونسب الالتحاق، نسب الاميه، الفجوه بين الاناث والذكور في تعليم الاساس وحتى في التعليم العالي، كلها كانت مؤشرات ايجابيه، ونحن نفتكر انه السودان عمل فيها تقدم واضح. ايضا وفيات الاطفال، وده الهدف الثالث للام دي جيز، كان فيها انخفاض بنسبه 40% من بدايه الالفيه حتى 2015. الامراض الصحيه المستوطنه زي الدرن والملاريا والايدز، ايضا كان في تقدم واضح في انه في انخفاض حصل في نسب هذه الامراض وتفشيها. يمكن الاهداف اللي بنفتكر انها ظلت تحدي بالنسبه للسودان، الهدف الاول الخاص بالفقر والجوع، وايضا وفيات الامهات، وكذلك الهدف المرتبط بالبيئه. اهداف الالفيه كان فيها الهدف الثامن، هو بيتكلم عن الشراكات الدوليه لتمويل التنميه. كده السودان الفتره 2000 و2015 نحن كنا لسه يعني بنرزح تحت ضغط الحصار الامريكي والحظر الاقتصادي. الحظر الاقتصادي يعني كان بيضغط على السودان من عده زوايا. الزاوية الأولى أنه نحن كان علينا عبء دين خارجي كبير جدا، ده ما بيدينا الحق لأنه نحن نقدم للقروض والمساعدات الإنمائية لدعم التنمية في السودان. أيضا حقبة الألفية شهدت منح كبيرة جدا لدعم تمويل هذه الأهداف، السودان أيضا حرم منها لأنه كان تحت الحصار الاقتصادي. لكن بالرغم من ذلك السودان نجح في الفترة دي أنه ينشئ شراكات مع دول نحن بنسميها تعاون جنوب جنوب، يعني في جنوب العالم كان عندنا شراكات واضحة مع دول زي الصين، جنوب أفريقيا، البرازيل، عدد من الدول العربية زي قطر والكويت وغيرهم، إنهم دعموا السودان في مشروعات تنموية كبيرة جدا. نحن نفتكر إنه السودان بالرغم من الحصار لكن أنشأ شراكات على مستوى جنوب جنوب. سنكمل في هذا المحور ومحاور أخرى، لكن بعد فاصل قصير المشاهدون الأكارم ابقوا معنا، فاصل ونعود إليكم. نحتفي باستقلال السودان 1156، هذا المكان هو الذي تحقق فيه استقلال السودان. ينزلون العلمين ويرفعان علم السودان على سارية القصر الجمهوري. نقل حفل استقلال السودان. أجدا أنت اللي نقلتيني لهذا اليوم المشهود. بالحرية والاستقلال. جماعة كان مفروض يجوني بعد 5 دقائق، يجوني بعد ساعة، فأنا كنت على الهواء بتكلم. فبعد أسهر فيدي قال للناس خلاص يعني بات الأمر واضح وجلي إنه إحنا حنعلم استقلالنا داخل الوطن. نحتفي بذكرى الاستقلال الذي ولد عظيما مع خل الفرح في عز في هواء. وعز ما جلت بلال. يعني عز شوفي بنات كوميك سبقوك عليه كوميك. وعي سياسي تم صح، لكن قبله كان في وعي فكري بدرجة كبيرة. قال أنا حأعلن الاستقلال من داخل البرلمان يوم الاثنين الجاي ليوم 19. الجلسة دي الناس ما بيتكلموا عنها. نيدا وبسوي النكاية. أول حركة لبناء المجتمع بدل المرأة. استقلال السودان الذي تحقق بالدماء وبالإصرار وبالعزيمة. يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم مجددا مع ضيفتنا دكتورة لمياء عبد الغفار الأمين العام للمجلس القومي للسكان. دكتورة لمياء، نكمل هذه الحلقة ولكن هناك معلومات سنعرضها هنا في الجرافيك نطلع عليها ثم نكمل الحلقة.
دكتورة، لفتتني يعني أن المؤسسات الإعلامية إحدى شركاء المجلس، يعني وصوتكم لم يكن يعني واضح في الإعلام، ويعني لم تكونوا يعني تتحدثون عن سياستكم كثيرا، يعني كيف تقيمين هذه الشراكة، شراكتكم مع الإعلام؟ نعم، هو إحنا عندنا فعلا منتدى للإعلاميين، ويمكن المنتدى ده حتى أخذ اسم إعلاميين من أجل السكان. عندنا مجموعة من الإعلاميين من مختلف الوسائط الإعلامية إذا كانت مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة، وكذلك الإعلام الجديد الإلكتروني، كلهم شركاء معنا في عمل المجلس. لكن تظل قضية السكان وفهم الناس لموضوع السكان هو الإشكالية. يعني إحنا الآن كل أنشطة المجلس تتم تغطيتها بشكل كامل من الأجهزة الإعلامية. نحن ما بمر شهر إلا يكون عندنا منشط يعكس في الإعلام أو لقاء في إحدى الفضائيات أو في الإذاعات المتخصصة وغيرها. لكن قضية السكان عشان تظهر بالشكل اللي إحنا بنطمح له محتاجة لالتزام سياسي أكبر. نعم. حتى إنها تكون في الواجهة. يعني الإعلام دوره بيبقى أكبر لما يكون في التزام سياسي أكبر. فإحنا قناعتنا إن شاء الله إحنا متفائلين في إنه الآن ملف المجلس وقضية العمل السكاني، الوصول للمرحلة اللي إحنا وصلنا لها دي ما كانت سهلة. يعني إحنا بنفتكر إنه المكتسبات الآن إحنا حصل عليها المجلس منذ السبعينات، إحنا بنفتكر إنها مكتسبات كبيرة ومهمة، ونحن مسؤولين إنه نحافظ عليها ونطورها ونضيف إليها. فإحنا متفائلين لأنه الناس اللي قبلنا صبروا في هذا المجال وفي هذا الملف. يعني رغم تعقيدات الوضع الاقتصادي، يعني نحن نعلم يعني أن هذا الوضع الاقتصادي انعكس يعني بصورة عامة على مختلف فئات المجتمع السوداني، بالتالي إن لم قلنا أن السودان لم يتمكن يعني من تحقيق هدف الإنمائية الألفية التي أيضا أقرتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالفقر، هناك أشياء كثيرة أخرى نحن نعلم أن الحكومة السودانية أيضا لم تستطع يعني أن تنجز فيها، هل حدثتينا عنها بصورة أوضح؟ نعم، هو طبعا الأهداف الألفية الإنمائية اللي انتهت ب 2015 كانت أهداف هي أقرب لمجال التنمية الاجتماعية، يعني تتحدث عن الفقر والجوع والتعليم والصحة، ويمكن المجال الوحيد اللي فيه اختلاف هو مجال الاستدامة البيئية. أتت في 2015 أهداف التنمية المستدامة، اللي هي دي نحن بنفتكر إن هي دي أجندة أممية كونية بتتكلم عن إطار كبير للتنمية، بتحدث عن الاقتصاد، بتحدث عن الحوكمة الرشيدة، بتحدث عن سيادة حكم القانون، بتحدث عن الشراكات من أجل التنمية، وبتحدث عن قضايا كبيرة مرتبطة أيضا بالبيئة. الأجندة التنموية الجديدة بتخاطب كل المجالات، يعني يمكن فيها تركيز كبير على المجال الاقتصادي. يعني حتى الهدف الثامن في أهداف التنمية المستدامة بيتكلم عن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. فالهدف ده مثلا قال إنه نحن عشان نقدر نخفض الفقر ونقضي عليه، وزي ما قال الهدف الأول القضاء على الفقر في كل مكان وبكل أشكاله ب 2030. الهدف الاقتصادي بيتكلم عن إنه الدولة عشان تصل للقضاء على الفقر ب 2030 لازم يكون في نمو اقتصادي بمعدل 7% في العام. يعني الجي دي بي النمو الاقتصادي لازم يكون 7% في العام عشان الدولة تقدر تقضي على الفقر. إحنا السودان الآن يمكن معدل النمو لحد بداية 2017 كان 4.6 ده النمو الاقتصادي، لكن نحن برضو بنتكلم عن نمو اقتصادي متوازن ومستدام، لأنه حتى الطفرة اللي حصلت في السودان في 2005 مع اكتشاف البترول والعائدات الكبيرة اللي دخلها النفط للاقتصاد السوداني كان التوزيع غير متوازن وغير مستدام، لذلك تأثرنا بانفصال الجنوب. يعني إحنا بنتكلم عن اقتصاد متنوع المصادر، يعني يكون اقتصاد زراعي صناعي
وهل ستتنقل في كل مرة يعني هذه المحاور، لأن السودان أصلا لم يستطع أن يحقق فيها نتائج على الأقل يعني بقدر الطموح؟ صحيح. هو طبعا أصلا الأهداف التنموية الجديدة بنت على ما وصل له العالم في الأهداف الألفية، ويمكن الهدف بتاع الفقر تصدر الأجندة التنموية الجديدة، معناه السودان ليس استثناء. يعني في دول كثيرة ما قدرت تصل للقضاء على الفقر، عشان كده هدف الفقر جاء تاني، هو أول هدف في أهداف التنمية المستدامة. إحنا بالنسبة لنا خطتنا للتنمية المستدامة للسودان بتخاطب القضايا اللي إحنا ما قدرنا ننجز فيها، وكذلك قضايا أخرى بترتبط بالتنمية المستدامة. هل قراراتكم ملزمة للولايات، للوزارات، للجهات الرسمية في الدولة أم لا؟ والله طبعا سؤال صعب، لأنه إحنا بالقانون قراراتنا مفروض تكون ملزمة، لأنه المجلس زي ما ذكرت في البداية إنه هو مستوى التمثيل فيه هو رئاسته على مستوى قيادة الدولة، وفي تمثيل للسادة الوزراء والولاة. أنا بفتكر إنه واحد من التحديات اللي بيواجهها المجلس في الالتزام بقراراته وسياساته وضعية المجلس. يعني المجلس عشان يقدر يكون عنده حاكمية على المجالس الولائية، المجالس الولائية إحنا بتتبع لنا الآن فنيا، إداريا بتتبع للوزارات على مستوى الولاية. يعني إحنا ما بنقدر نغرر منو يتعين في المجلس، الأنشطة الإعلان والحكم اللامركزي بيدي الولايات هذه السلطة. إحنا قانوننا ما فيه إن إحنا نكون مسؤولين إداريا من مجالسنا زي الوزارات. يعني إحنا مسؤولين فنيا، بنعمل دعم فني للمجالس الولائية، بنشتغل بناء قدرات، بنشتغل معاهم التقارير الولائية وغيره. لكن الالتزام برضو بقرارات المجلس على مستوى الوزارات، إحنا بنفتكر إنه إلى حد كبير نجحنا في إنه نكون مجموعة من الخبراء الوطنيين في الوزارات القطاعية بواعين بقضايا السكان وبإدماجه في الخطط الوطنية القطاعية وفي الخطط الخمسية اللي هي جزء من الاستراتيجية ربع القرنية. نعم دكتورة لمياء، لدينا اتصال هاتفي يعني من دكتور حسن موسى الخبير أيضا في مجال التنمية. دكتور حسن، إن كنت تسمعني السلام عليكم. دكتور حسن، السلام عليكم. دكتور حسن، معنا يعني دكتورة لمياء عبد الغفار الأمين العام للمجلس القومي للسكان، ونحن نتحدث يعني في هذه الحلقة يعني عن مواضيع كثيرة، من بينها أيضا عدم إجراء السودان للتعداد السكاني لهذا العام عام 2018، وترحل بعض الأهداف يعني من عام إلى آخر، لأن السودان لم يستطع أن يحقق فيها يعني النتائج المرجوة أو التي وصل إليها بعض الدول. يعني أنت كيف تقيم ذلك، وما هو تقديرك يعني إلى المستقبل القادم، خاصة ونحن ندخل على أعتاب يعني عام جديد، كيف تقيم يعني هذه المسائل مع بعضها البعض؟ أهلا يا لينا. أولا أنا أود أن أشكرك على الاستضافة في هذا المكان قناة الشروق، وأنا دكتورة لمياء عبد الغفار الأمين العام للمجلس القومي للسكان، وهي بتأدي دور وطني في مستوى عالي من الاهتمام والمسؤولية في مجال السكان وكذلك في مجال التنمية المستدامة. بالنسبة للسؤال بتاعي يعني والمستقبل بتاع السودان في جانب السكان، أنا حقيقة أحب أن أنبه إلى أنه السكان هو التغير اللي بيحصل في السكان في السودان يعني كبير جدا، ولم يجد الاهتمام الكافي من قبل الحكومات الوطنية المتعاقبة. يعني في لو أخذنا مثلا في عام 1989 كان عاد سكان السودان في ذاك الوقت شايلين الجنوب منهم اللي هي 19 مليون معها بدون حساب الجنوب السودان.
في عام 2018 نحن حصل عندنا 43 ما يقارب 43 مليون نسمة. يعني تضاعف عدد السكان خلال فترة إنشاء الإنقاذ من عام 1988 حتى عام 2018 أكثر من تضاعف، والغالبية العظمى من الزيادات السكانية الحاصلة فيها شباب. فلا بد من أن نحن ندرك ونفهم أن التغيرات السكانية بتؤثر تأثير مباشر على سياسة الدولة وعلى الأمن والاستقرار. ومن الضروري بمقام أن يكون عندنا تعدادات سكانية تتم في وقتها المناسب. نحن في العام 2030 من المتوقع يكون عندنا حوالي 56 مليون نسمة في عام 2030. في عام 2063 متوقعين عدد السكان في السودان يصل ل 95 مليون نسمة أو يزيد عن كده شوية. فالتغيرات اللي تحصل في السكان وبالذات الزيادات الكبيرة في عدد الشباب انت ما تقدر يعني تحصيها بدقه لولا تعمل تعدادات سكانيه متواصله وتستعمل نتائج التعدادات السكانيه في الاستفاده من الزيادات السكانيه في التنميه والتقدم والتطور. يعني الانسان السوداني هو اساس ومحور ومرتكز التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. دكتور حسن، كانت تتحدث يعني دكتورة رمياء أيضا قبل قليل أن المواطنين لا يتعاملون بمصداقية يعني مع هذا الأمر، يعني هل تعتقد أنه نقص في التوعية أم ربما نتيجة لبعض سياسات الدولة؟ كيف تقيم وكيف يمكن أن يساهم فعلا المواطنين في تعداد سكاني حقيقي بمعلومات ذات مصداقية؟ لا، التعداد السكاني لازم يعني حملة توعية وحملة إعلامية، ولازم تصدق كمية كبيرة جدا من الأنشطة لتوعي الإنسان وتوعي البشر بأهمية وضرورة إجراء التعداد السكاني. يعني خاصة إحنا في السودان يعني في تطور كبير حصل في مسألة الرقم الوطني، وأصبح أي زول الحين لازم يستحوذ على الرقم الوطني حتى انه يمشي الامور بتاعته في الحياه، عاوز شهاده ميلاد او عاوز رخصه بتاع القياده او عاوز يطلع اي حاجه لابد من الرقم الوطني. بنفس الصوره بالمناسبه لابد من التعداد السكاني حتى انه يكون التخطيط الفني، والمواطن لابد من ان يفهم وهو يدرك اهميه التعداد السكاني، ودي مساله لازم العمل عليها من قبل الاعلاميين ودعمها بصوره كبيره جدا جدا من قبل الدوله. يعني نحن في مرحله بتاع التقدم والتطور ومرحله بتاع التنميه المستدامه، فلا بد من اجراء التعدادات السكانيه الصحيحه والمستمره والبيانات الصحيحه ضروريه جدا ضروريه جدا وفي وقتها، لازم تكون بيانات صحيحه وفي وقتها كل 10 سنوات. كلام بتاع الدكتور اللي في الحته دي بتكون واضح جدا جدا انه لا بد من ان تدعم كل الجهات الحكوميه وغير الحكوميه تدعم اجراء التعداد السكاني. شكرا لك يا دكتور حسن. شكرا على افادتك وعلى مداخلتك القيمه يعني في هذه الحلقه. يعني وانا اقول لدكتور لمياء، يعني دكتور حسن كما رايت يعني يرى يعني سياسات، لابد ان تكون هناك سياسات متكامله يعني حتى ينجح هذا الامر، من الاعلام، من المواطنين، من الدوله، من المجلس، من الشركاء وغيرهم. نعم، هو الحديث اللي تفضل به الخبير دكتور حسن موسى، دكتور حسن موسى هو من خبراء يعني المهمين جدا في السودان في مجال الديموغرافيا، وهو كان من مؤسسي مركز الدراسات السكانية بجامعة الجزيرة، ممكن ده من أوائل المراكز السكانية في أفريقيا وفي المنطقة العربية. نحن بالنسبة لنا بنفتكر فعلا أنه السياسة السكانية ودور المواطن فيها مهم، خاصة أنه الدكتور تفضل بأنه الزيادات السكانية حتكون كبيرة جدا. يعني الآن المخطط في السودان
ما بيقدر يتصور انه في 2030 انه سكان السودان حيكونوا اكثر من 56 مليون، وفي 2063 سكان السودان حيصلوا 100 مليون. لما انت تتكلم عن اعداد زي دي، انت كل تخطيطك مفروض يختلف، اذا كان تخطيطك للمدن، اذا كان تخطيطك الاقتصادي، اذا كان تخطيطك للبنيات التحتية. هل هي دراسات سودانية ام عالمية؟ يعني هذه التقديرات تعتمد على ماذا؟ لا هي تقديرات وطنية، لانه احنا الاسقاطات السكانية البرنامج بنشتغل به ومعتمد على بيانات تعداد 2008. يعني البيانات اللي عندنا من تعداد 2008 بنعمل عليها اسقاطات سكانيه بتورينا سكان السودان بالسنه بيكونوا كم. يعني كل سنه نحن هسه الزيادات اللي بنعملها دي بنعملها بالبرنامج الوطني بتاع السودان. نحن بالنسبه لنا الزيادات دي يعني نحن بنفتكر انها بتدق ناقوس الخطر، وبتنبه انه السودان عنده فرصه كبيره جدا، لانه الواحده من الموارد الاستراتيجيه للدوله السكان والمورد البشري. لكن إذا تم توظيف هذا المورد البشري بشكل أمثل وبشكل صحيح وكفء. الآن أيضا اتحدث الدكتور إنه الشباب نسبتهم عالية في السكان. السكان نحن بنفتكر، وأنا كنت أتمنى الجرافيك اللي اتعمل يظهر لنا الهرم السكاني في السودان. الهرم السكاني في السودان هرم عريض القاعدة. قاعدته نسبة أكثر من 62% من سكان السودان حيكونوا شباب. الشباب يعني شنو؟ يعني نسبة السكان في سن العمل. طيب النسبة دي كل ما تزداد معناها في متطلبات لها، لازم الدولة تكون جاهزة بسياسات واستراتيجيات واضحة لأنها كيف تستوعب هذه الطاقات الشبابية، تمكين سياسي، تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، ثقافي، رياضي، كل المجالات. يعني ده الشباب ومستقبل الأمة. فإذا إحنا ما ركزنا من الآن في إنه نحن كيف سنستوعب الشباب في مسارات الإنتاج وفي مسارات التنمية، حنفقد، ودي بتسمى بلغة الديموغرافيا الهبة الديموغرافية أو الفرصة الديموغرافية. الأمم بتمر بها مرة واحدة في تاريخها، في دول في المنطقة العربية مرت بها النافذة الديموغرافية من غير ما تستفيد منها وضاعت عليها هذه الفرصة، وتاني ما حد تكرر. فبيبقى إحنا بالنسبة لنا كسودان إحنا حنمر بهذه المرحلة إذا ما عددنا الإعداد الصحيح بتفوت مننا. واحدة من المهددات لأنه الفرصة تضيع مننا الهجرة. يعني نحن الآن بنخرج في الشباب من الجامعات، بنأهل فيهم، دي كوادر جاهزة للهجرة. هاجروا حيمشوا يعملوا فرصة ديموغرافية في بلد تاني ما في بلده من الأم أو الأصل. فدي واحدة من تحديات إنه نحن الفرصة الديموغرافية ممكن. ما هي التحديات الأخرى دكتورة لمياء التي تواجه عملكم؟ نعم، إحنا بالنسبة لنا القضية السكانية هي لأنها قضية عابرة للقطاعات. يعني نحن بندخل في التعليم وفي الصحة وفي الزراعة وفي البيئة، وبندخل في التخطيط، تخطيط المدن والتخطيط العمراني، ندخل في موضوع البيانات. فالمسألة متشعبة، عشان كده فهمها ما سهل. أيضا من المهام الصعبة جدا اللي تقوم بها أي مؤسسة أو تكلف بها مؤسسة حكومية هي مسألة التنسيق. التنسيق يعني واحد من المهام الصعبة جدا في إنك أنت تقدر تنسق مع كل الشركاء على كافة المستويات. التنسيق عايز إمكانيات عالية جدا وموارد كبيرة. ولما نقول موارد ما بس بتكلم عن الموارد المالية أو التمويل، بتكلم حتى عن الموارد البشرية. الآن نحن بنعاني من نقص كبير جدا من الموظفين المؤهلين المدربين في مجال السكان، لأنه برضو موضوع السكان واحدة من الموضوعات ما ذات أولوية بالنسبة للشباب عشان يمشي يدرسوا لي تخصص سكان أو ديموغرافيا. هو حيتخرج حيشتغل شنو بالتخصص، إحصاء أو سكان، لأنه ما في سوق عمل فرص إنه أنا أتعين به، وما حقر أحسن لي أقرأ طب ولا هندسة ولا قانون ولا أي تخصص آخر. فإحنا بنعاني جدا من شح الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال. وأيضا نحن برضو بنفتكر نحن محتاجين دعم زيادة من الدولة، التزام سياسي أكبر. إحنا قانوننا ده لو تم تفعيله المجلس بينطلق بشكل كبير جدا عشان نقدر ننفذ مهامه الموكلة له. نحن بالنسبة لنا عندنا تحديات مهمة جدا. الأول فيها التوزيع غير المتوازن للسكان. الكثافة السكانية الآن عالية جدا، توزيع عدم التوازن في التوزيع،
ولايات مكتظة بالسكان، الاكتظاظ السكاني ده عنده نتائج وخيمة جدا، يعني غير الأعباء على الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، في تغيير في الحياة الاجتماعية للأسرة، في تغيير في الثقافات لهذه الأسر الوافدة. أيضا الاكتظاظ السكاني عنده برضو آثار أمنية واضحة جدا، يعني فإحنا بالنسبة لنا بنفتكر أنه الدولة محتاجة تفكر بشكل جاد في إعادة أو العودة الطوعية، وإحنا واردة في سياستنا السكانية العودة الطوعية للمواطنين إلى مناطقهم الأصلية بتوفير المشروعات الإنتاج والمشروعات الاستثمارية، لأنه المواطن مكفول له بالدستور أنه يتحرك داخل بلده بحرية تامة، ومش داخل بلده بس، داخل وخارج. إحنا الدستور كافي للحق ده للمواطنين كلهم. طيب إحنا لما نقول المواطن ترجع لازم نكون عملنا مشروعات جاذبة عشان المواطن يرجع لمناطق الإنتاج. الأمر الثاني إنه الهجرة. الهجرة برضه واحدة من القضايا الكبيرة والمهمة جدا واللي بتأثر على استقرار السكان. الهجرة والحراك السكاني، عندنا هجرة داخلية اللي تكلمت عنها إنه والهجرة الخارجية، وعندنا هجرة وافدة. الهجرة الوافدة السودان حدوده كبيرة ومفتوحة. هل في رأيك يعني هذه الهجرة هل اليوم بإمكان السودان أن يستفيد منها أم أنها خصما عليه في الخدمات وغيره؟ وطبعا نحن من وجهة نظرنا إنه الهجرة هي فرصة تنموية، هي فرصة للتنمية، لكن إذا تم إدارتها بشكل جيد. يعني الآن السودان ما عنده سياسة وطنية لإدارة الهجرة، يعني نحن ذاتنا ما طبعا نحن نتحدث عن الهجرة إلى السودان وليس إلى الخارج، كل أنماط الهجرة. يعني نحن الآن بنروج لأنه لازم السودان في 2019 تكون عنده سياسة وطنية لإدارة الهجرة. هل السودان سياسته داير مهاجرين ولا لا؟ داير مهاجرين، طيب داير ياتوا مهاجرين، لأنه الآن الدول حتى الدول الأوروبية الآن الهجرة هجرة انتقائية، أنت عندك فجوات في سوق العمل محتاج له مهاجرين بمواصفات محددة بتفتح الهجرة لبلدك. إحنا عايزين السودان يكون كده يشتغل، نرحب بالهجرة ونرحب بالوافدين، لكن تتم إدارة هذه الهجرة بشكل فيه إعلاء لمصلحة الوطن والمواطن. دكتور نمياء شكرا جزيلا يعني على هذه الحلقة وهذه الإفادات التي قدمتها اليوم، ونتمنى لكم التوفيق في عملكم. أشكر كثير وأشكر قناة الشروق، ونتمنى الرفاه والصحة والسلام لكل سكان السودان. شكرا لك، والشكر يمتد لكم المشاهدون الأكارم، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، في أمان الله.